عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا الحل، قلنا يقترفا جميعا، لكن لو اغتسل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، جاء الرجل واغتسل وأخذت المرأة هذا الماء واغتسلت به، ننظر الأصل في الماء طهوري، لكن جاء النهي عن الاغتسال، اغتسال الرجل وكذلك المرأة بفضل الآخر. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. نعم. وحمل البعض جمع وقال أن الجمع يكون بأن النهي يحمل الأول على الكراهة، أو يحمل هذا النهي الأول إذا كان يغتسل في الماء لكن يغترف منه، هذا لا إشكال فيه، قلنا هذا هو الحل. نعم. وهذا الجمع الله أعلم أولى أن يغترف من الماء. نعم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. نعم. وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن الماء ما لا يتغير، لكن جاء النهي عن الاغتسال في الماء، اغتسال الجنب في الماء الدائم، البول في الماء الدائم، وبهذا جمعنا بين الأحاديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم. سيأتي معنا أن إزالة النجاسة على 3 أقسام، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. هذا هو القسم الأول، تسمى نجاسة مغلظة، يعني إزالة النجاسة لكن إزالة مغلظة. انتبه معي يا أخي، لا تكتب، موجود في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، هو لا يستطيع الشرب إلا بهذه الطريقة، إخراج اللسان. ويقول أن في لسان الكلب أكرمكم الله دودة، هذه الدودة ما يمكن أن يذهب أثر هذا إلا بأن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن هذه إزالة تسمى إزالة للنجاسة لكن إزالة مغلظة، نجاسة مغلظة. ماذا نصنع؟ شرب بهذه الطريقة، هو ما لا يشرب إلا بهذه الطريقة، إخراج اللسان. فنحن نأخذ الإناء ونريق كل ما فيه، ثم يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني عفروا بالتراب هذه الأولى، ثم يأتي 6 مرات ماء، يضع ماء ويريق الماء، وهكذا إلى أن تنتهي، ويكون المجموع 7. لكن لو جعلنا الأخيرة على ما ورد في بعض الروايات التراب، نضطر إلى زيادة 8 بالماء. ولهذا رجح العلماء رحمه الله تعالى الرواية الأولى، أولاهن بالتراب. إذن هذه إزالة للنجاسة لكن إزالة مغلظة. بعض الناس يقول طيب أنا أستعمل التايد، كلوريكس مثلا، فيري، بعض المطهرات مثلا، ديتول مثلا. نقول لا، لأن هذه الأشياء كان هناك أشياء قريب منها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال هذه الأشياء في الطهارة، والتراب أحد الطهورين. وقالوا أن هذه الدودة وأثر ولوغ الكلب من الإناء هذا لا يمكن القضاء عليه إلا بالتراب، فجاء منصوصا عليه، فلا نعدل إلى غيره. مفهوم؟ نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، خرجوا 4 صحابة الترمذي وابن خزيمة. نعم. انتبه معي، أنت اترك الكتاب يا رجل، كتاب مفتوح عندك، أغلق الكتاب. لدينا أشياء يشق التحرز منها، قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم،
إذا الشريعة جاءت للتيسير، وإذا ضاق الأمر قالوا اتسع. صحيح، لدينا الآن أشياء يصعب التحرز منها. فهذا الشيخ أحمد لديهم في البيت قطة، والقطة هذه دائما تمر وتدخل وتأتي، والقطة محرمة الأكل، وسيأتي معنا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، نجس، سواء كان البول أو الروث أو العرق. نعم، فماذا يصنع؟ يقول بالنسبة لهذا، لأنه يشق التحرز من هذه الهرة، لأن تسكن معهم في البيت، فأصبحت الهرة الآن بالنسبة للشيخ أحمد في بيتهم يشق التحرز منه، إذا ليست بنجسة إلا طبعا البول والغائط، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، أما يمسها فلا إشكال من العرق هذا. لكن بالنسبة لي أنا مثلا، أنا ليس عندي هرة الحمد لله، مفهوم؟ نعم، فبالنسبة لي أنا لا، لأنه لا ليس هناك عندي حرج، ولا أرى الهرة إلا ممكن مرة في العام. كذلك مثلا العلة هنا ما هي؟ مشقة التحرز من هذا، لأنه يكثر من الدخول عليه. عندنا في بعض القرى الآن استعمال، أكرمكم الله، الحمير، صح؟ نعم، فهذا الشيخ يقول عندنا في قريتنا يعني كثرة استعمال الحمير، ولا يمكن نستغني عنها، ولابد عندما أركب على الحمار يصيبني شيء من عرقه. صحيح، فماذا أصنع؟ نقول بالنسبة لك أنت الآن، فهذا بالنسبة لك عرق الحمار ليس بنجس. لماذا؟ لمشقة التحرز، ولا هو نجس، لو متولد من نجس. أما بالنسبة لي أنا لا، عرق الحمار بالنسبة لي، لأن الحمد لله لا نستعمل الحمير مثلا أهل قطر، هذا من نعم الله ولله الحمد والمنة، مفهوم؟ لا مشقة في التحرز، فلا بد أن نتحرز، مفهوم؟ وسيأتي بإذن الله تعالى في الأشياء النجسة. تعيد الآن، إذن ما هي العلة في الهرة؟ ليس حجم الهرة، لا، مشقة التحرز. نعم، وهذا من يسر الشريعة. نعم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. نعم، جاء أعرابي، وهذا الأعرابي لا يعرف أن المساجد لم تبنى لهذا، وبال في طائفة المسجد، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه قاموا وأرادوا زجر هذا الأعرابي، ولأن لو زجر الأعرابي أكرمكم الله وهو يبول قد يتضرر طبيا، صح، وقد يتلوث لباس الأعرابي، وقد يتلوث أجزاء كثيرة من المسجد، فأخذ بأقل الضررين، ترك هذا الأعرابي حتى ينتهي أكرمكم الله من بوله. ثم نعم، قال فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. نعم، هذا فيه أراد المؤلف أن يبين لنا كيفية إزالة النجاسات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا مريح جدا، يقول أن النجاسة عين، وبأي طريقة زالت النجاسة زال الحكم. نعم، فهنا الآن التراب، هذا التراب الذي في المسجد بال عليه الأعراب، ماذا نصنع؟ قال لو صببنا ماء كثير أصبح الماء كثير والنجاسة قليلة، أو جاء الشمس مثلا وجف هذا، إذن زالت النجاسة. ومتى زالت النجاسة؟ زال الحكم. الآن هذه المرآة مثلا، مفهوم، سقطت عليها قطرة بول، وأنا أخذت المنديل الآن هذا ومسحت هكذا، زالت النجاسة الحمد لله. إذن بأي طريقة زالت النجاسة زال الحكم، كانت النجاسة موجودة ثبت الحكم، مفهوم؟ أي نعم.
ومن طرق إزالة النجاسة هذه الطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن تجعل الماء أكثر من النجاسة فتزول. نعم. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، خرج أحمد بن ماجه وفيه ضعف. نعم، فيه ضعف لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا لأنه يريد فقه الحديث. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، خرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، خرجه أبو داود والترمذي وحسنه اللفظ. نعم، هذه الأحاديث أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الأشياء النجسة. الآن أيهما أضيق، الأشياء النجسة أو الأشياء الطاهرة؟ إحنا ننظر، وهذا أسهل على الطالب، يخرج ماذا؟ أشياء نجسة، وغير هذا أشياء طاهرة، انتهى الأمر. وأحيانا يذكر العكس، وبحسب الفقه تأتي المسائل. طيب الآن الأشياء النجسة، انتبه يا شيخ عيسى تعيد بإذن الله. الأول بور وروث، لا، أولا بول الآدمي وعذرته، الأول بول الآدمي وعذرته، الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، الثالث الميتات كلها نجسة، ميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة، وما أبين من الحي فهو كميتته إلا الطريدة والمسك وفأرة، انتهينا. طيب، والدم المسفوح والدم الخارج من السبيلين، حيض ونفاس واستحاضة، وقد تزيد نزيف، وبعض الناس يعتبر النزيف هو استحاضة، مفهوم؟ نعم. وهنا لدينا ال 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 ما لا نفس له سائل ذكرناه، سيأتي في الحديث من يعيد عليه هذه الأشياء. نعم الشيخ عيسى وانت قائم. الأول بول الآدمي وعذرته، الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كلاب، حمير، صحيح، سبع، تمام، الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي لأن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا، والجراد للحديث، والسمك للحديث أو الحوت. أخواننا اصبروا خليه هو يقول، ما أحد يتكلم إلا الشيخ عيسى. ميتات، هناك الدماء، اترك الدماء يا رجل، نحن نتكلم عن الميتات ما نتكلم عن الدماء. قلنا ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، ما لا نفس له سائلة يعني النفس الدم. الآن البعوضة، البعوضة عندما تقتلها هل يخرج دم يسيل مثل الشاه؟ لا، إذن هذا ما لا نفس له سائلة، الدليل عليه حديث الذباب، تمام. يا أخي أنت تبي معي، الله يهديك أنت. وما أبين من الحي فهم كميتة إلا الطريدة ومسك فأرة، انتهينا. تأتي بعدها تقول الدم، الدم المسفوح ودم الحيض ودم النفاس، يبقى عندنا الكبد والطحال والدم الباقي في العروق بعد الذبح. الآن نأكل الذبائح ما شاء الله، لكن بعد الذبح قد يبقى داخل العروق ولا إشكال في هذا، صح؟ والكبد والطحال، تمام.